صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله الرحمن الرحيم صدق الحليم العظيم وصدق رسوله الكريم صدق من بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبآياته من الموقنين ولدينه من المنقادين الخاضعين اللهم لك الحمد على ما يسرت من تلاوة كتابك ومن صيام شهر رمضان وقيامه اللهم لك الحمد على أن هديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك وبينته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام اللهم لك الحمد والشكر على الإيمان والقرآن اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا أفضل كتبك وأحسنها نظاما في الدنيا والآخرة وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما وأعلاها مقاما كتاب عظيم الشأن عظيم السلطان مشرق البرهان محفوظ من الزيادة والنقصان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة ولك الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة التي لا يحصيها غيرك فعلمنا منها وما لم نعلم لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت حمدا وشكرا لا ينتهي أولاه ولا ينفد أخراه إنك أنت الله لا إله إلا أنت أهل الوفاء والحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا ونور أبصارنا وهدايتنا في الدنيا والآخرة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم واجعله شاهدا لنا يا أكرم الأكرمين، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم واجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج به في قفاه إلى النار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين. اللهم واجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حنان يا منان يا ودود يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم وارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وجازهم بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وأعذهم من عذاب القبر يا رب العالمين. اللهم إنهم صاروا مرتهنين في تلك الحفر المظلمة، لا يستطيعون زيادة في الحسنات، ولا يستطيعون نقصا من السيئات. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم نور لهم قبورهم، واجعل الأعمال الصالحة أنيسهم في قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا توسدنا التراب يا رب العالمين، اللهم ارحمنا قبل الموت وارحمنا عند الموت وارحمنا بعد الموت، اللهم وارحمنا في جميع أحوالنا وارحمنا في جميع أمورنا يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم واجعل كلامنا من الدنيا آخره لا إله إلا الله، اللهم وتوفنا على الإيمان، اللهم واغفر لنا ما سلف وكان، اللهم واحفظنا فيما بقي من الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا ولا تردنا خائبين. اللهم يا رب العالمين، ها نحن قد حضرنا ختم كتابك، اللهم ومرغنا خدودنا عند بابك، اللهم إنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم لا تردنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن طردتنا فمن ذا الذي يؤوينا، اللهم إن باعدتنا فمن ذا الذي يقربنا، اللهم إن عذبتنا فمن ذا الذي ينصرنا، اللهم لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا مالك لنا غيرك فندعوه، من نطلب وأنت المطلوب، ومن نرجو وأنت صاحب الكرم والجود يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحقق فيك رجاءنا، اللهم إنا نسألك أن تحقق فيك رجاءنا، ورجاؤنا أن تغفر لنا وترحمنا وتدخلنا جنتك وتجيرنا من نيرانك. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، وإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا ولأولادنا وأزواجنا والمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تختم لنا بخير، وأن تجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا سامع كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا سيدنا ويا مولانا ويا ربنا ويا غاية رغبتنا، نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم أعذنا من النار يا عزيز يا غفار، وأعذنا من عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وأعذنا من الضلال، اللهم إنا نسألك الثبات عند السؤال يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين.
إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، تم نورك فهديتنا فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد. إلهنا ومولانا وسيدنا يا الله، يا الله، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، نسألك اللهم باسمك الأعظم العظيم، نسألك اللهم باسمك الأعظم العظيم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم في هذه الليلة بوجهك الكريم، نسألك اللهم أن تجيرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا ووالد والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين أجمعين من النار. اللهم واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين، واجعلنا معه من المقربين يا رب العالمين. اللهم واجعلنا في عرصات يوم القيامة من الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ثبتنا على الصراط يا رب العالمين. اللهم وسهل علينا كل عقبة دون الجنة حتى تبلغنا إياها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبيض وجوهنا يوم تسود وجوه المجرمين. اللهم آتنا كتابنا بأيماننا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها لا إله غيرك. اللهم هذه أيدينا قد رفعت إليك، وهذه وجوهنا قد نصبت إلى وجهك يا أكرم الأكرمين، وهذه قلوبنا قد أنابت إليك، وهذه جباهنا سجدت لك، والمنة لك. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك يا أكرم الأكرمين. اللهم واحفظ لنا حسناتنا، اللهم لا تبطل حسناتنا، اللهم تقبل منا كل صغير وكبير، اللهم لا تبطل أعمالنا، اللهم امح سيئاتنا يا رب العالمين، اللهم واجعلنا عندك من السعداء، واغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. يا من لا ذراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، ويعلم مكاييل البحار، ويعلم مثاقيل الجبال، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره،
نسألك اللهم أن تجعل خير أعمارنا أواخيرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأعنا ولا تعن علينا، اللهم وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم وامكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم وألف بين قلوب المسلمين، اللهم وأصلح ذات بينهم، اللهم واهدهم سبل السلام، اللهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم واشرح صدورهم، اللهم ويسر أمورهم، اللهم تول أمورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وارحم المسلمين رحمة تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم وبين اللهم وألف وأصلح ذات بينهم، واجعلهم متعاونين على الخير والهدى والبر والتقوى. إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله مقلب القلوب، وأنك على كل شيء قدير. اللهم وألهمنا رشدنا والمسلمين أجمعين. اللهم وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وذريته. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم وأصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وجنبنا جميعا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ لنا أزواجنا وذرياتنا، اللهم واهدهم سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين، اللهم وفقهم لطاعتك، وجنبهم أسباب معصيتك، واجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك اللهم الاستقامة على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا فيما بقي من أيام شهر رمضان لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا فيه للعمل الصالح يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا الطلبة في امتحاناتهم، ووفقهم في دراستهم. اللهم واجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبهم. اللهم ثبتهم عند السؤال، وذكرهم عند النسيان،
اللهم وسدد إجاباتهم واجعلهم من الفائزين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبل منا دعاءنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.